تجربة فرق خبرة طبعا بالنسبة لي تجربة مهمة جدا ومختلفة جدا، وسعيد بيها ومتحمس ليها ومتوتر جدا. يا رب تشوفوا فيلم حلو، ويا رب الناس تبقى مبسوطة زي ما احنا مبسوطين. احنا عملنا اللي علينا، والحقيقة الباقي بقى دي حاجة بتاعت ربنا. عامل دور ناجي شاب زي اي شاب، بيمر بمرحلة كل الشباب مروا بيها فترة معينة، بس الحقيقة ان المرحلة دي جات له متأخرة شوية، فهي مرحلة نضج في مرحلة متأخرة لشاب مصري عادي. طالع بتغني في الفيلم؟ لا مش بغني في الفيلم خالص، مش بغني في الفيلم خالص، هي الأغنية بتاعت عفروتو لوحده هو اللي بيغنيها. انا مش بغني في الفيلم، انا كنت طالع بس في الميوزك فيديو. وطبعا يشرفني ان عفروتو يبقى بيعمل اغنيه الفيلم، ولا مفيش غنى في الفيلم خالص. العمل مع دلال عبد العزيز بقى اخر عمل ليها يعني. طبعا العمل مع استاذه دلال عبد العزيز عمل حاجه مشرفه، وحاجه اتشرف انها تتحط في 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 السي في بتاعي. وبس يعني نفسي ان شاء الله تكون في الجنه.